دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ ذهاب لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يعني هذه الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي وهذه الجولة الشرق أوسطية وبكرة هيكون في مصر، بتتصور حضرتك أنه هو بالقطع إدارة بايدن بصت لمصر بصة مختلفة ولدورها بشكل مختلف، لكن بتشوف أنه ممكن نوصل لكلام حقيقي عن حل نهائي، ولا الجولة دي خاصة بس بإيه؟ تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار؟ بالتأكيد يعني هذه الجولة لا يمكن أن تؤسس لحل دائم أو حل الدولتين أو ما إلى ذلك. أهداف هذه الجولة بتنحصر في مجموعة من الأسباب. أول شيء ذكره بلينكين أثناء حواره أو مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه جاء ليؤكد الدعم الأمريكي لإسرائيل وحق إسرائيل الكامل في الدفاع عن النفس كما يقول، لأن إدارة بايدن تعرضت في الداخل الأمريكي وتحديدا من بعض الجمهوريين بأنها يعني تخلت عن إسرائيل في العشرة أيام الأولى من الحرب ولم تقدم لإسرائيل ما يكفي من الدعم. لذلك جاء بلينكين ليقدم لإسرائيل ما يسميه الدعم الكافي وغير المشروط لتل أبيب. هذه واحدة. يعني هل بتتوقع حضرتك أنه من يريد أن يقدم الدعم الكامل غير المشروط لإسرائيل لماذا يزور رام الله؟ هل يؤكد هذا الدعم؟ يذهب إلى رام الله لأن من ضمن الأهداف التي يسعى إليها أيضا هو يسعى لمجموعة من الأهداف الأخرى. من ضمن الأهداف الأخرى التي يسعى إليها أولا تثبيت الهدنة، لأن هذه الهدنة هدنة شفوية وغير مشروطة وغير لا يوجد أي التزام من أي طرف إلا بوقف إطلاق النار غير موقعة. غير موقعة. الأمر الآخر أن كل طرف بيفسر الهدنة طبقا لمصالحه الشخصية، فمثلا وزير الدفاع الإسرائيلي بيعتقد أن من حقه الآن أن يقوم باغتيال أي شخصيات من حماس سواء كانت سياسية أو قيادات عسكرية في أي وقت وفي أي مكان هو يراه. على الجانب الآخر حماس بتعتقد أنها قامت بهذه الحرب من أجل تغيير الوضع في حي الشيخ جراح وعدم استفزاز الإسرائيليين للمصلين في المسجد الأقصى. كل هذه الشروط سواء من الإسرائيليين أو الفلسطينيين غير موجودة في الهدنة، وبالتالي الهدنة يمكن أن تنتهي أو يمكن أن تنتهك من أي طرف في أي وقت. لذلك جاء ورأينا فعلا بعض الممحكات والترشقات العسكرية. يعني بالضبط بالضبط. الهدف الثالث لبلينكين هو أن يعطي انطباع لدى الفلسطينيين بأن إدارة بايدن هي إدارة مختلفة عن إدارة ترامب، وأنها مستعدة للعمل مع الفلسطينيين من خلال يعني أولا تقديم يعني 75 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة، لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية لديها شرط أن تكون كل إجراءات وأموال إعادة الإعمار تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة. لذلك هو زار رام الله وارتقى بالرئيس الفلسطيني، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتعتقد أن وصول الأموال لحماس سينفق في تلك الحالة على بناء الأنفاق وتصنيع الصواريخ، وهذا هدف أمريكي إسرائيلي. لكن مشترك. في رأي حضرتك يا دكتور مش ده مبلغ هزيل برضو؟ يعني لما مصر مثلا وهي دولة بتحاول أن تنمو وتعيد اقتصادها وترفه شعبها أو تسدد احتياجاته الأساسية وتواجه جائحة كورونا تقدم 500 مليون، فأمريكا يعني أولى بها أنها تقدم رقم أكبر، ولا إيه رأيك؟ بالتأكيد، خصوصا إذا كانت إدارة بايدن تريد أن تقول للفلسطينيين أنها ندعمكم كما ندعم الإسرائيليين. أمريكا بتدعم إسرائيل سنويا بأربعة مليار دولار، منهم 3 مليار دولار مساعدات عسكرية ومليار دولار مساعدات اقتصادية. وبالتالي لما تقدم للفلسطينيين 75 مليون دولار هذا مبلغ لا يستحق الذكر من الأساس. يعني إذا كانت بتقول لهم إحنا بندعمكم زي ما بندعم إسرائيل، يبقى هي حابة تقول لهم إحنا بندعمكم بسبع ما ندعم إسرائيل يعني. بالضبط بالضبط. بشكرك يا دكتور، نورتنا. دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لسعادتك.